الرحمن الرحيم. جمع مرمولي عبد اللطيف رئيس جمعية الكتبيين. جمعية الكتبيين اللي دفعت على الكتاب والكتبيين، لأن الكتاب المصير المشترك، لأنه إذا كان مزدهر الكتاب حتى الكتبيين تكونوا مزدهرين. حاليا راه الدخول المدرسي أنت كيفاش تشوف بأنه ضئيل جدا، لأنه بالنسبة للكتب اللي هي تتبع هنا تنديروا لها واحد الثمن اللي هو رمزي، رغم ان الاثمنه اللي تنديروا لها رمزيه الا وانه كان الاقبال ضعيف جدا. دابا حنا ما تنعرفوا، ما عرفنا دابا اش واقع دروكا، لانه الناس كاين مثلا اللي عنده اربعه الدراري وتيشري مثلا 1000 درهم ولا 1500 درهم، مثلا كاين اللي تجيه 6000 درهم كيبيد اربعه الدراري، ومع الدخول و جا متزاد مع هذه الازمه اللي كانت واقعه وكذا، ورغم التضحيات اللي تتقوم بها السلطات وسيدنا الله ينصره، رغم ذلك باقي هنا تنشوفوا بان الكتاب ما عندوش واحد الاقبال، نظرا اولا للاعلاميات هذا الشيء ديال وسائل التواصل وهذا الشيء اللي دار، كاين الناس الاكثريه تقراوا غير مثلا في التليفون، ولكن التليفون فيه ايجابيات وفيه سلبيات، وانما حاليا دابا تنشوفوا بان الاقبال على الكتاب راه ضئيل جدا. نتمنوا من السلطات ومن الناس اللي تاخذوا الشان ديال المحلي او الشان العام باش يهتموا ويعطيو ويرخصوا مثلا الكتب. كاين المكتب مثلا ديال مثلا غير مدارس خاصه تشوفوا ب 300 درهم 300 400، كيبي يدير هذا السيد اللي عنده اربعه الدراري كيبي اشنو هو المصير ديالو باش يشري مثلا اربعه الدراري؟ هذا غير كتاب واحد، تنقول لك دابا غير كتاب واحد، اما بالنسبه لا بيشري مجموعه راه خصو على الاقل 1500 1600 حتى 2000 درهم كيف يدير. هذا الشيء بالنسبه للناس خصوصي، اما الناس العاديين راه مساكن الاكثريه، راني انت تتشوف السوق تنجي نسول الدراري هنا تيقول لك باقي ما والو، عندهم المقررات شراو المقررات بثمن ناقص باش يبيعوا الناس داك الشيء ناقص، فاذا به والو ما كاينش شي يبيع، ما كاين الناس تيتشكى وكل شيء تيتشكى. نطلبوا الله تبارك وتعالى تكون لهاد الناس اللي هما مسؤولين، نطلبوا الله بعد تبارك وتعالى يسر ويفرج على هاد الامه ومن المسؤولين باش يوليو الاهتمام ديالهم لهاد الكتبيين، لان هاد الكتبيين خصهم يديروا لهم واحد المنضه شهريه لهاد الكتبيين، لانه حاملين لواء الثقافه، حاملين هاد المشعل ديال الثقافه، وحنا راه مقبلين على امور مثلا سياحيه، وعلى شحال من على الكاس ديال العالم، وعلى شحال من تظاهره بتكون هنا في مراكش. خص يوليو الاهتمام للكتاب، لانه مدينه مراكش راه ماشي هي مثلا جامع الفنا، هي مراكش، جامع الفنا عندها واحد الاطار كثقافي ومورود ثقافي، كانوا فيها الحكواتيين، كانوا ماشي فيها القروضه والماكله دابا كلي طاغيه عليها. دابا حنا دابا تنشوفوا جامع الفنا كلها طاغيه على مولي الحلاقي وشي حلاقي ماشي هما، دوك الانواع اللي كانوا هما ديال الناس اللي هما تثقيفيين، تيجي الانسان وتلقى كتب وتلقى داك السيد حكواتي تيفسر لك بواحد الطريقه عندها واحد النوع من الاستماله. فن ديال الخطابه مثلا واحد فن من القول يلقيه شخص امام جمهور، تيحاول يستمل ديك المجموعه ديال الناس، وهذا هو هذه هي اللي كنا هذه الشيء اللي كنا تنشوفوه جامع الفنا. دابا حاليا جامع الفنا ولاو فيها الماكله، تغط عليها الماكله، وانا اللي بنقول من هذا المنوال عار علينا ان نغذي جسومنا ونترك عقولنا فارغين، تيخص الاهتمام للكتاب والثقافه والوعي، لانه الوعي لفتنا التوعينا لواحد المجموعه ديال الناس راه هذاك الانسان بيتامن من شره هو ومن شر نفسه، لانه الانسان اذا كان جاهل راه يلقي بنفسه وبغيره.
الاذى. وحنا تنتمنوا من الله تبارك وتعالى، وحنا من هذا المنبر بنقول لك باننا حنا اللي باب تكالا هاد الاكشاك اللي كاينين، راه سيدنا الله ينصرو في اطار المبادره للتنميه البشريه، من هذا المنبر تنشكروه ونتمنوا الله تبارك وتعالى الكتاب يتعطاه واحد القيمه اللي كانت ليه سابقه، لانه خصو مما يرجعنا لعرس البيرك ولا لجهه عرس مولي بوعز عرس باش تعطي الاهتمام للكتاب والكتبين باش يرجعوا لعرس البيرك، لانه هذيك هي المنطقه اللي خصها تكون فيه، لانه اليونسكو راه نهار جات راه دفعت على الكتاب، الكتاب اللي كان في هذيك المنطقه. دابا حاليا انت تتشوف الجرده خاويه، خصها على الاقل يكونوا الكتبين تما والناس اللي جاي يشري الكتاب وتقريب الكتاب للساكنه، لانه الا كان في مثلا في منطقه اللي هي قريبه للمواطنين قريب، لانه كنت درت استاذي درت توطين الكتبيين داخل المجال الحضاري، اي بمعنى تقريب الكتاب للساكنه، بين كل منطقه يكون فيها واحد المجموعه ديال الكتبيين، ما بيناش واحد مثلا يجي من تمنصور تقلب على مجله ب 400 دريه ولا بالفرنك ولا بكذا وجاي من تما تخسر 400 ولا 600 دريه، بين كل منطقه تكون فيها واحد المجموعه ديال الكتبيين. ونتمنوا الله تبارك وتعالى من هاد المسؤولين يعطيو واحد الاهتمام للكتاب ولهاد الناس ديال هاد الكتبيين، لانه تيتشكاو راه كلشي، راه دابا راه اللي تنشوف انا هاد الناس دزت عليهم البارح تنظر على شي ناس هنا، راه الاحتضار ديال الكتاب، لان الغلاء اللي شي كتب لان ما كايناش، وبغيناهم يعطيو الكتاب الاهميه اللي يستحقها. وشكرا. هاد ليفر كون بقى غير ادبيا لي غيكومبخوندغ، كنا تنستافدو منه حنا ديك الساعه بالنسبه للكونجيكيزون لا غرامير فيه كلشي، وكان هي كتاب، وكان مثلا داك القراءه اقرا سلسله اقرا تاعت بوكماخ رحمه الله، راه هاد الكتب كون هي رجعوهم، راه كنا مثلا تنقرا فيه ونعطيه لخويا وخويا عاود يعطيه كذا، داكشي تيتوارث مع اجيال، شي تيعطيه لشي، والحمد لله وكنا قارين وحافظين وباقي الى يومنا هذا عاقلين على داكشي لا غرامير فيه وعلى لا كونجيكيزون اللي فيه وعلى المحتوى ديالو اللي ويقرا حتى هي، عرفتي راه بديك الطريقه اللي دايرينها بداك رحمه الله هذاك بوكماخ، كون يرجعوا لنا هاد الكتب. دابا حاليا انت تلقى الدري هاز لك 20 كتاب وما قبض والو، ها الفرنسي هكذا كذا وفي الاخر والو، اما هذا راه كان فيه كلشي، كتاب مستفيد فيه جميع المعلومات فيه، بحال هاد الكتب اللي خصهم يديروا لنا، ما يديروش بحال هاد الكتب دابا حاليا اللي كاينه راه والو فارغه، حيت تنجي نشوف الكتاب تنشوفه فارغ من المحتوى ديالو، هادشي بيان هاد كومبخوندغ فيه خمسه، وتتلقى مثلا تاني ديك الفصحى القديمه اللي كانت حتى هي كتتميم الكتب في الامور العربيه، راه بحال هاد الكتب اللي خصهم ينشروا ويديروا لنا، لانه هادو راه لابد الانسان تيستافد منهم، كاين هاد بيان لي ريكومبخوندغ، وكاين بوكماخ، وكانوا واحد الكتب اللي هما كاين تتلقى هي واحد ولكن تبارك الله راه فيه راه ما يستافد فيه الواحد. دابا حاليا تتلقى الانسان عاطينهم هاد الكتب راه صعيبه عليهم بالنسبه لهاد الناس اللي طالعين لهاد البريمير وهاد الشيء كذا، تنشوف الكتاب ديالهم الفرنسي قاسح عليهم، هادو غادي تتلقى الكتاب غادي معاهم لجميع المراحل، راه هاد الكونجيكيزون اللي كاين فيه وهاد الشيء اللي هنا يبقى معاك في حياتك كلها، راه الناس راه هادي خص الله يجازيهم بخير، ما يديروا شي حاجه يديروها في متناول الجميع، دابا تيديروا كانهم الدراري كلهم قاريين في مدارس خاصه، دابا حاطين لهم هاد المقررات ديال الفرنسيه بحال كانه قاري في مدرسه خاصه، المدارس الخاصه تيعطيهم الاهتمام من الفرنسيه، العامه ما عندهم الفرنسي شويه تيبان لي انا ضعيفه، وحنا تنتمناو من المسؤولين يعاودوا يوليو الاهتمام، يديروا شي مناهج اللي هي
جديده ومناهج اللي تكون في المتناول ديال الاطفال ديالنا. راه حاليا راه تنشوفوا الدراري مساكن ما قابتين والو، وعندهم 12 كتاب ولا 20 كتاب. اي كي بيدير خصو بعدا شي حمال اللي يهز، شي واحد اللي شي نقال اللي يهز ليه دوك الكتب باش يمشي بالدري. باقي يلاه التحضيري ودير ليه واحد المجموعه ديال الكتب. ما طريقه ما كذا، ما منهجياش. خص المنهجيه يكونوا الناس اللي هما حاسين بالمسؤوليه، ونتمناو من الله تبارك وتعالى. راه كاينين الناس الحمد لله اللي عندهم المنهجيات كذا، ولكن قلال ضئيلين اللي طاغي الناس ديال الشكر هما اللي طاغين على الوقت. وشكرا. عليكم. لا والو خويا، ما تنبيع. حنا نقول لك بعد عامين هادي ما تنبيع ما تنشري. انت تنضلو تنتقلو هنا في الصيف، راه تندوزو في الشهور ديال الصيف راه ساتين، مره نحلو مره نسدو ما تنبيع ما تنشري والو. الكتاب اخويا اش نقول لك، ذاك العام وهذا العام تأزمات الوقت علينا، ما باقي تنبيعو، ما حتى الناس باقي يجوش، ما كاينش والو، ما كاينش الكتاب والو اخويا. غادي صفر، غادي وتيموت. هذا هذا واش من ناحيه المكان؟ لا حتى المكان، حتى المكان ما هادو موقفاش قاعدين هنايا، ما يستحقش الاتهام. من دابا تنتعرضوا بزاف ديال الاجرام في الليل، الشمكاره حاشاك حدا السطور هنا، ماشي البلاصه اللي هي نقيه اللي يستحق الكتاب. والناس تيخافوا كاع يجيو عندنا هنا في هذا القنت هذا. والبيع ما كاينش، ما تنبيع ما تنشيو. ها هما عندنا اييه كتب تبارك الله فرونسي وانجليزي والو. عندنا الكتب ديال 5000 ديال 1000 ريال ديال 4000 ديال 6000 ديال، ولكن والو اللي يشري ما كاينش. فينا هو؟ ما كاينش، ما كاينش. كاين حنا تيجي هادي داك 400، هادي 300، 400، 500. دوك ما باقي تنبيعو حتى ريال. دابا المعيشه تحكينا فيها، المعيشه ما باقي تحكينا ما باقيش. وعندنا الوليدات وعندنا وكارين، والله اللي مطرح بينا هادشي اللي كاين اخويا. تنعيشوا في واحد الازمه ما شاء الله يرتى لها. راه حنا متفي الله تعالى رئيسي يقول لكم كل شيء. جمعي كتب لين جمع بن عبد اللطيف هذا رئيسنا، تواتي تناوتي يهضر علينا وكل شيء. وحنا راه ما شاء الله تنطلبوا سيدي ربي الله يدير شي فرج من عنده. تنطلبوا من الناس المسؤولين دار الثقافه ويتعاونوا معنا باش يردونا العصر السلبي اللي كنا فيها في الاول. هذيك هي بلاصه الكتاب. تما في كنا في الاول جمعنا وحولنا العصر بيك، وعصر بيك دابا هي بلاصه الكتاب. وحنا تنتمناو ان شاء الله باش باش نجيو حنا العصر بيك. وحتى حنا خصنا السور التاريخ خصو يبان. هذا ما يلاقيش حنا نبقاو كتورات أكل مادي. لا مادي مادي. تعالى قال الناس مسؤولين والامن يتدخلوا معنا في هادشي. حنا هاد اليوم تنوليو تنتعرضوا مع الشمكار اللي تبعتنا قدام حنا. الصباح نجيب نحل محل اللي ما تلقاش، تلقاهم قاعدين صف هكا ديال الشمكاره. ولا هضرت معاه تديك جنويه يقول لك سير في حالاتك. شعلوا لنا العافيه في الليل، وبالاخص البرد. البرد تيجي بالكوارتر تيجي قدام محلاتنا تيحرقونا في الليل. وزعما تنطلبوا الله من المسؤولين يشوفوا من حالتنا. وراه حنا راه بلاصتنا هي عرس البيك. تنطلبوا الله من المسؤولين يتعاونوا معنا. وهذا الاثر هذا الصور التاريخ خصنا نخليوه يكون خصو يبان. كثرت مدينه والكتاب تا خصو تكون عنده قيمه وتكون عنده كذا. وش البلاصه اللي تكون اللي يستحق الكتاب تنشري. وراه بعدا تمشوا دابا دابا موسم دراسي حنا ما تنبيعوا حتى كتاب. الريال ما بقى يدخل علينا. حنا قاعدين دابا دوك هنا تنتعرضوا للشموشات وشي حاجه وشي بيع ما كاين. عليكم رحمه الله، الله يجزيكم بخير. انا هذا حسيت بيه.
السلام ورحمه الله. بات حلول السند ديال الفيا كيفاش تشوفها؟ اخويا تنشوف القضيه شويه ناقصه. ما كاينش اقبال هذاك الشيء. ما عرفش علاش واش الناس ما باقيش تعطى للقديم كتمشي للجديد ولا شي حاجه اخرى. الشيء اللي فهمت انا. وسميتو ب والقرايه وهذاك الشيء الاهتمام اللي كان ما بقاش بزاف شي حاجه مطلوبه قليله شي 2% 5 كاع 7% كاع اللي تيخرج كاع يقول كاع العربيه الثقافه وهذاك الشيء ما بقاش هذاك الاقبال دابا ولا شي 7% كاع الا كثرتي كاع الناس اللي تيجي تقداو الروايات ولا شي حاجه شي مرجع ولا شي مصدر ولا شي حاجه هذا الشيء اللي كاين الاهتمام صافي هما زعما شي تعاون ولا شي اهتمام ولا شي دعم ولا شي حاجه ما كاين والو اخويا الصراحه الانسان هو قاعد بجنب السور مكمش هذا الشيء اللي عطى الله احنا قاعدين بجنب السور مكمش دابا الذهب هذا الذهب هذا كنز دابا الكتاب بالثمن ما باقيش يتمشى 200 درهم 300 درهم 100 درهم ما باقيش يخرج دابا ربما كاع دير ليه كاع الصوت وما حدش يخرج انا تيبان ليا الشيء اللي تيبان ليا ما 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 بقاتش ديك القراءة اللي كانت وهذاك الاهتمام بالقراءة والمطالعة ما عرفتش انا علاش واش كثرت الوسائل دابا كثرت ديال الترفيه وهذاك الشيء كثار وما عرفتش انا علاش هي قضية بدات تتغلى شوية ولكن اش بغيت نقول لك اللي باغي يقرا راه باغي يقرا تعارك معاه ودير معاه كل شيء باغي يقرا راه باغي يقرا ما باش يقرا راه ما باش يقرا هادشي اللي عبد الله هادشي اللي تيبان لي هذا باغي يقرا راه باغي يقرا واخا يشري كاع الكتوبه وباغي يقرا ما يشريهم باغي يقرا يعطيك راه باغي يقرا كيفاش تشوف هاد الزياده ديال الكتب زاد واحد شويه زاد شويه الصراحه الدفتر 50 ورقه دابا تيسوى 4 دراهم 50 ورقه 5 4 دراهم دابا تيسوى 4 دراهم تزاد تزاد تبع غير التفاصيل خاويين دايرين الثمن زيد على المقررات والكتب وهذاك الشيء شكرا بارك الله فيك ساعة طيبة الله المعين الله يعاونك اللهم امين ايوا دابا نمشي يعني قرأت بخناخ وكيلة